بيتين باخذ نص الوقت. كاونت داون مره ثانيه. 3 2 1. بيتين عم بعملها حاليا واظن خلص يعني. يعطيك العافية. 20 ثانية بإيدتين نص الوقت بالضبط أخذوا. خلصنا التالنتس اللي عندنا لليوم. استنوا ما تطلعوا، لازم تصوتوا نشوف الفايز بعدين. دقيقة، يصير من كل التالنتس يوقفوا قدام الكل هون على المسرح لو سمحتوا. طيب التصويت راح يصير كالآتي، راح أمر من جنب المشترك أو المتسابق وعلى حسب الضجة اللي بيعملها الجمهور هو الفايز. تمام؟ يوسف دراس وسيف صوباني، سارة الفقير، خالد طافش، سولير، زيد. عادل ايمن. اظن النتيجة واضحة. الف مبروك زيد، هو اللي فاز معنا. الف مبروك.